مرحبا، في هذا الفيديو سوف أقوم بشرح كيفية ربط اللاقط بالتطبيق. سوف أقوم الآن بربط اللاقط بالتطبيق. أذهب الآن إلى أنتنا كونفيجريشن. نقوم باختيار القمر أولا، اخترنا هنا السيل وبدأ، ثم نقوم بتفعيل خاصية تفعيلي في النكشن. نقوم هنا بإدخال السيريال نمبر للاقط، أصبح اللاقط الآن متصل بالتطبيق بهذا الشكل. هذه الخاصية سوف تساعدنا لضبط وضعية اللاقط، وكذلك ضبط ارتفاع زاوية ارتفاع الطبق، لتسهل علينا المهام في ضبط وتوجيه الطبق إلى القمر. الآن سوف أقوم بضبط وضعية اللاقط كما ترون. سوف أقوم بالتحريك. ها هي الآن ضبطت الوضعية كما تلاحظون. بعد أن قمنا باختيار القمر وضبط وضعية اللاقط، الآن سوف نبدأ بضبط الطبق. أولا سوف نقوم بتفعيل الصوت إذا كنتم تريدون تفعيل الصوت، ثم سوف نختار وضع سيجنال زائد سبيكتروم أو الطيف مع الإشارة. سوف نقوم الآن بضبط ارتفاع الطبق كما تلاحظون. سوف نضبط، نعم تم ضبط زاوية الارتفاع للطبق، ثم سوف نقوم الآن بتحريك الطبق قليلا. كما تلاحظون بعد تحريك الطبق لقد حصلنا على الإشارة. الآن سوف نقوم بتحليل الطيف. كما تلاحظون ظهرت القنوات. كذلك يمكننا رفع الإشارة كما تلاحظون.